بالنسبه لكم الاولاد حقيقه طلب مني ان هم صوروا المحاضره يحطوها على قناه الجامعه علشان الاستفاده تكون عام وعشمت. انا حقيقه ما ضدتش يعني بمجرد ما قالت قلت ما عنديش اي مانع، لكن نقل المحاضرة عن طريق أي وسيلة تقنية سواء في التلفزيون أو سواء كان التسجيل السمعي أو حتى التسجيل الورقي لإعطاء للناس اللي ما يقدروش، في مشكلة من ناحية اللغوية. وانتم طبعا مدرسين، ولكن ان احنا اي ملمح لغوي ما نفوتوش ونلغي الضوء عليه. العملية التعليمية عملية بالدرجة الأولى تفاعلية. وهذا التفاعل فيس تو فيس. في نوع من المواجهة. فهذه التجربة أعتقد إن هي تطبقت في منذ فترات عديدة، إنه أيام ما كان التسجيل الصوتي فترة معينة، وبرضه حرصاً على إنه الناس اللي بيقولوا من الكلام سواء سمعاً أو كتاباً يبقى في مانع ويستفيدوا منه بالإضافة للمصادر الأخرى زي الكتب وما إلى ذلك. لكن كانت الخطوة إنه بعد فترة المحاضر جه المدرج وليه مجموعة من التسجيلات موجودة ومفيش بشر. يعني هم استغنوا عن الحضور بجهاز التسجيل. طالما المحاضرة هتتسجل وإحنا هنسمعها بعد كده وهنستوعبها من خلال المسجل، فطبعا ما كانش المردود اللي احنا عاوزينه انك انت تكتفي بالمصدر ده بس، حتى لو كان فيه التقنيات اللي هي حاليا بتفرد المسافات دي. مطلوب ان انا مثلا في محاضره حاليا في امريكا استفيد من التقنيات اللي هي موجوده، وكما لو كنت انا معهم في امريكا أو في ألمانيا أو في مكان شيء مهم جدا. لكن هذا توقعه اللي حضر المحاضرة هناك، وزي ما قلنا في نوع من التفاعل المباشر زي برضه اللي استقبلها عبر أي وسيلة اتصال طبعا. فإحنا عاوزينكم تجمعوا ما بين الحسنين، يعني الحضور والتفاعل والمناقشة زي ما المرة اللي فاتت، بالإضافة لبرضه الاستفادة من المحاضرة عبر القناة بتاعت الجامعة. فكان بنشجع أي وسيلة حديثة في التدريس وأي استفادة من التقنيات الحديثة. يعني يمكن في مؤسسات أو جهات أخرى استفادت من التقنيات اكثر ما استفادت منها التربيه والتعليم. لما بحضر في اي فرح وانتم اكيد بتحضروا الافراح وتشوفوا التقنيات الحديثه اللي بتصور الفرح وتنقله وكذا وكذا وتضيف برضه نوع من البهجه والمتعه على كذا. احنا نفس الحكايه برضه عاوزين نفعل هذه التقنيات ونستفيد برضه من التكنولوجيا في التدريس. المرة اللي فاتت مع بداية المحاضرة قلنا إن طالب العلم لما بيقبل على أي علم لابد أن يسأل نفسه سؤال كبير. هذا السؤال الكبير يتفرع منه مجموعة من الأسئلة.
أسئلة تتكرر مع كل موضوع. فاكرين السؤال؟ لماذا أدرس هذا المقرر؟ ليه أدرس هذا العلم؟ ما الذي سوف يعود علي من دراستي وتحصيلي لهذا العلم؟ هذا السؤال واحد أهمية. وقلنا الاستفادة اللي احنا عاوزينها يعني تتبرر على المستوى المهني. ايه اللي هيضيفه هذا العلم بالنسبة لي كمعلم؟ وانا قلت لكم ان الاعداد بتاعهم في كلية التربية اعداد على المستوى الاكاديمي في مادة التخصص وايضا المستوى المهني. ولا يمكن الاستغناء عن احدهما مهما كان الظروف. يعني لو كان الانسان معد اعداد اكاديمي قوي جدا لا يستطيع ان يقوم بمهنه التدريس كعلم. اللي بيكمل هذه الجزئيه الاعداد المهني والعكس لو صحيح. لو كان الاعداد المهني عالي المستوى والاعداد الاكاديمي دون المستوى فبرضه ما تقدرش تزاول مهنه التدريس كعلم. علم يحتاج الى علوم كثيره جدا. وانا قلت لكم انتوا بتستدعوا كذا كليه او بتروحوا اكثر من كليه. يعني بيتم اعدادكم مش بس عاملين احنا في كليه التربيه ولكن بتروحوا كليه العلوم عشان الجانب الاكاديمي وكليه الاداب. وزي ما قلنا برضه في بعض الاقسام بتروح التربيه النوعيه او التربيه الرياضيه وكمان في مواد متصله بالطب فبنستعير او بنستخدم لكم ناس من كليه الطب اللي بيدرسوا هذه المواد المرتبطه بمهنه التدريس. السؤال الثالث طرحناه وبرضه ده هيتزامن مع عدد كل محاضره. ليه؟ لانه احنا لخصنا الكلام قلنا الاسئله اللي نسالها لكم تدور حوالين هاتين السؤالين. يعني ليه احنا بندرس العلم ده؟ وبعدين علشان نمتلك مفاصيل العلم له ونستطيع ان نطبقه لابد وان نتعرف في صوت الجنة في الاخوه اللي بيتكلموا. لو عندك اي شيء ارفعه عشان نستفيد. وما تهتموش بالراي اللي بيصور والكاميرا اكثر من المحاضره. يعني على اساس زي ما قلنا هو ما تتكلوش على انه هتشوفوا المحاضره في الموقع بتاع الجامعه وتبقوا هنا جايين للتصوير. لا، احنا عاوزين برضه زي ما قلنا موضوع التفاعل والديناميكيه تبقى موجوده. وانا الناس وقت الرسول السؤال الثاني اللي قلنا يخلي الواحد يتمكن من ماذا؟ تمكن مضبوط الالتزام بالمصطلحات والمفاهيم الاساسيه التي تشتغل عليها هذه الماده او هذا المقر. وضربنا امثله كثيره جدا من المصطلح اللي ممكن ان يكون له استخدامات عديده في علوم مختلفه. وهذه الاستخدامات أو المعاني بتاعة هذا المصطلح أو هذا المفهوم مختلفة اختلاف يصل لحد القضاء. يعني معناها مرة بالطريقة الفلانية والمعنى في العلم الآخر بالطريقة المضادة لهذا. أيوة أنت إلى المصطلح. أيوة لا سيستم. ايوه اللي بتبص يا ريت مش عارف لو سمحت كده.
هنروح عايزين نركز مع النهار مش مع الكاميرا والتصوير، والا يبقى اذا كان الجيل مردود سلبي هنوقف العمليه بتاعت التصوير وكذا، وتحلم زمالك ان هم عاوزين الشيء ده خلاص. والتصرف الثاني اذا كنت انت برضه جاي علشان التصوير والتعليق انا هنقلك اساسا من المحاضره عشان ما تعطلش زمالك، اتفضل. يبقى اذا عمليه المصطلحات ده هي يعني كانه مش عيب المصطلح يتعرف لاشياء كثيره جدا تصل الى التناقض. معناها هنا مثلا الزياده في هذا العلم وفي علم اخر معناها النقص، وده لا يعدي الى ده مش عيب، لا بالعكس ده بيدي قوه للمصطلح اللي هو له استخدامات عديده، وهذه الاستخدامات تصل الى حد التضارب يعني يشمل الشيء وضده. بس هذا الشيء ينفع في هذا العلم، والناس اللي يدرسوا هذا العلم يتعرفوا على المعنى، والناس اللي في العلم الاخر اللي بيعرفوا المصطلح بمعنى اخر عكس تماما يتعارفوا فيما بينهم على هذا التعريف، يتفقوا فيما بينهم على هذا التعريف. ضربنا مثال احنا قلنا ندرس علم نفس اللغة، وقلنا يعني كلمة علم يبقى خلاص يعني في منهجية، في نظريات يستند إليها هذا العلم، في قوانين، في حقائق، في مسلمات، في أسس، في منهجية. علم النفس وعلم نفس النمو، فقفزنا وقلنا معنى النمو اللي احنا هنستخدمها وهنستخدمها كتير في اللغه. عرفنا ان بتاعنا زياده، لكن لما استعرضنا المره اللي فاتت هل نفع معانا هذا التعريف ان النمو بيعني زياده؟ النمو في علم نفس النمو ينفع ان هو يعرفه على انه زياده وفقط زي اللغه او زي الناس في الاقتصاد؟ ما ينفعش. ليه؟ لانه عرفنا من ضمن قوانين النمو ان النمو عمليه مستمره لا تتوقف. طيب لو كان النمو بهذا المعنى انه مستمر وقلنا النمو يعني الزياده، فلو اخذنا مثلا الزياده في الجوانب الجسميه فطور على سبيل المثال وقلنا النمو يعني الزيادة، هل توقعوا إنه هذه الزيادة مطلدة إيجابية إن الواحد عمال يكبر والطول ده مش لا يتوقف؟ لا، الواقع ما بيقولش كده. اشتغل ليه؟ يبقى كلمة الزيادة تصرف في اللغة العربية، تصرف في الاقتصاد، تصرف في علوم أخرى كذا، لكن لا تصرف إن إحنا نعالج النمو بالزيادة. كنا في مقابلة نفس النوم وقعدنا ندور كده على اشياء لغايه ما استقرينا مع بعضينا على ان النوم يعني ايه؟ بالظبط كده، التغير. والتغير اول ما يحدث الى ذهنك انه شيء بيتغير. اولا ما هو ثابت يعني على شيء حاجه واحده. وبرضه بيعني زياده. لما هذا الشيء بيزيد وهذه الزياده برضه فيها نوع من السرعه والبطء وما الى ذلك، فده تغير في حد ذاته. وايضا التغير بيعني نقص، فكانه النمو بمعنى التغير اللي هو بيتارجح ما بين الزياده وما بين النقص وما بين الثبوت اللحظي. يعني حتى الثبوت ما هواش دائم، لا، احيانا يكون شبه دائم. الزياده ما هياش دائمه، لا، شبه دائمه.